يقول: ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين ينتشر بين بعضهم الغيبة وسوء الظن وعدم العمل بما تعلموه؟ هذا من الشيطان على طلبة العلم، وهم أولى بذلك، أن يتركوا الغيبة والنميمة والكلام في الناس والتحريش بينهم، بين طلبة العلم وبين طلبة والعلماء، والتحزب، صيروا تبع فلان، احذروا من فلان. هذا ما يجوز بين طلبة العلم. الواجب التناصح يا أخي، تناصح، اللي عنده خطأ يرجع عن الخطأ إلى الصواب. إذا كان عندك انتقاد لأحد فناصحه وبين، لا يمكن أنت المخطئ بعد، تناقش معه يا أخي. أما أنك تسبه وتغتابه وتحذر منه، هذه ما هي طريقة العلماء ولا طريقة الناصحين، هذه طريقة النمامين. نعم.